السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال ويسعد مساكم أينما كنتم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم عن فوائد وكيفية استخدام الشكوري أو الهندباق البري أو السريس، العشبة الجميلة دي اللي ما بيعرفهاش الجيل الجديد، عشبة كلها فوائد. ولكن عزيزي المشاهد، لو أول مرة بتزور القناة فضلا منك وليس أمرا، قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبكم. السريس بيحتوي على فيتامين A. الفيتامين ده اللي احنا كلنا محتاجينه لانه بيحسن عملية البصر وبيقوي الاعصاب البصرية وبيساعد في علاج التهابات العين. كمان لو قدرت تعملي منه كمادات بمغلي السريس واضافته طبعا لعصير الجزر والبقدونس، بيحسن القدرة البصرية بطريقة كبيرة جدا جدا. كمان بيساعدك في تنقية الكبد وتنظيفه من السموم، وبيحسن من انتاج الصفران، بيفيدك في علاج حصوات المرارة، وبيساعد في علاج تضخم الطحال. بيساعد ايضا بشكل كبير في خفض نسبة السكر بالدم، وبفضل احتوائه على عنصر الحديد بيساعد في تقوية الدم للانسان وعلاج الانيميا وفقر الدم. كمان بيستخدم كفاتح للشهية وبيساعد في تحسين عملية الهضم وبيساعد في عملية او في علاج الامساك، لانه يعتبر مطهر معوي بيحارب الديدان المعوية، مدار كويس جدا للبول وبيساعد في تنظيف الكلى. كمان بيعالج الكثير من الالتهابات خاصة التهابات الجهاز التنفسي، وبيعالج التهاب الحلق، السعال، التهاب الرئتين. ايضا بيعالج التهاب المفاصل والام الروماتيزم، وبيقوي العظام بيحافظ على سلامتها بشكل كبير جدا. من الناس النساء تحديدا اللي عندها مشكلة في انتظام الحيض الشهري، هو بيساعد في تنظيم الهرمونات عند المرأة وبينظم الدورة الشهرية. يعتبر السريس او الهندباق من الأطعمة المهمة جدا جدا اللي ناس كتير جدا بتتبعها في التخلص من الوزن الزائد، لانه بيساعد طبعا في انقاص الوزن، وكمان بيقدر يعالج انواع كتيرة من السرطانات وبيحمينا من الإصابة بالسرطان. على رأسهم سرطان الجلد، سرطان الدم، البروستاتا، الثدي، الغدد الليمفاوية، وبيحاربها بطريقة كويسة جدا. أي يعني باختصار بيحارب الجذور الحارة. وممكن جدا ان احنا نستخدمه عن طريق تناول مغلي، يعني احنا نشربه مغلي. ممكن ناخد بعض الأوراق ونغليها، او ممكن نجففه ونعمل منه شاي ويتاخد عادي جدا جدا. او ممكن ان انت تضيفيه للسلطات، زي مثلا بتضيفي الجرجير للاكل عادي جدا. احنا بناكله بالجبنه، ناس كتير جدا بتاكله بالجبنه. منقوعه بيعمل على فتح الشهيه وبينظف الكبد والكلى، وكمان بيعالج الامساك. بس في حاجه مهمه جدا، احنا دايما لو بنذكر فوائد حاجه معينه بنذكر كمان الاضرار فيها. اضرار الهندباق او السريس، هو ممنوع ان يتاخد للمراه الحامل او المرضع والطفل الاقل من سنتين، والناس اللي عندها التهاب حاد بالمراره، دول الاشخاص اللي هو يمنع ان هم ياخدوه. فيديو جميل ومفيد، وانتظروا مني ان شاء الله المزيد. ولو مقصره الايام دي في توقيت القناه، لانه عندي نزله برد حاده، فادعوا لي بقى من قلبكم ان ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. متابعين الكرام، يا رب اكون فعلا بفيدكم حتى لو بمعلومه صغيره، وفي ناس بتقدر انها تاخدها وتستفاد بيها. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.